جور سيلفا هو اللاعب اللي تعودنا ان نشوفه دائما في نهائيات الوزن الثقيل مع غيليرمي جيدس. هذه فيها شوف الحكم هل فيها نقطتين ولا ما فيها شيء، اعتقد ما فيها نقطتين. اللاعب غيليرمي هو اللي بدا، شوف هذه انا عاده شوف الزاويه هاي صعب اني احكم فيها لان احنا قاعدين نتكلم على الذراع اي هذه. لا ما فيها شيء، ما فيها شيء لان اللي قام بالمبادره الاول هو اللاعب غيليرمي. اذا مسك، اذا كان المبادره من اللاعب هو مسك إيجور. هو مسك الارجل اثناء وقوع، نعم اذا اثناء ما تحتسب لانك لازم. طبعا هذه بصراحه نقطه دائما كانت بصراحه فعلا كانت تزعجني، واعتقد انها تزعج كثير من الحكام. انت كحكم لازم تعرف من اللي بادر في الحركه. في مثلا مرات يقدر يمسك اول ما يبدا ينزل يمسك، هاي ما فيها شيء. انا كنت اعتقد القرار اذا مثلا نزل خسر اللاعب او هذا، لا، ومن اللي بادر الحركه اول. اذا بادر اللاعب طبعا شرط انه ما يكون قبل الحركه ممسك بالبدله، يعني مثلا اذا انا كنت ماسك بنطلون اللاعب بعدين نزلت وانا مثلا مسكت بنطلون الخصم والخصم نزل، هاي نقطتين لصالحي. صح، لكن الحين نحسبها على حسب من المبادره. اذا هو بادر حتى بجزء من الثاني وانا بعد ما بادر انا مسكته، هاي ما فيها شيء. اذا انا مثلا في نفس مثلا مسكته وعلى طول هو نزل، فطبعا هذا عندك جزء من الثانيه لازم تحكم فيه من اللي بادر في الحركه. فطبعا في المباشر تكون صعبه جدا بصراحه، فهذه لازم ترجع فيها. بس الحلو اللي عجبني في اللقطه الاخيره ان الحكم ما وقف النزال، يعني استمراريه النزال صحيح يعني كانت موجوده، وفي نفس الوقت كان في مراجعه للقرار. نعم نعم. صحيح. هذه طبعا احنا كحكام يعني واجبنا طبعا ان نخلي المتعه دائما تكون موجوده في النزالات. التوقفات هذه الكثيره، التوقفات هاي الكثيره هذه ما تكون صالح اللعبة. طبعا نقدر نوقف اذا في حركه خطيره جدا، اذا في حركه صعبه جدا، اذا حركه مثلا مباراه نهائيه، عرفت كيف تفرق. بس حتى لو كان نهائيا نكمل بعدين اللي يلحق راح ياخذه. فحصلنا يعني اعطيناه كل ذي حق حقه، وفي نفس الوقت بعد لم نقم بإيقاف النزال، فكان في استمرارية في جمالية اللعبة. في ناس زعلانين على الفار بشكل عام أصلا، خاصة في كرة القدم. يعني اللي يقول لك تقتل متعة كرة القدم وتقتل متعة الرياضات بشكل عام. يعني بالنسبة للجودو التوقفات، على فكرة الجودو توقفات يعني في المباراة الواحدة بشكل غير طبيعي. يعني في اشياء الان افقد جماليتها. شوف انا بقول لك بصراحه في كره القدم انا معاها سبب شيء واحد، انا اعتقد اي واحد يعترض، ما حد يعترض الا اذا كان خسر فريق الفار، عرفت كيف؟ اي شخص يعترض لازم تعرف ان هذا مثلا سبب تسلل، انه كان محسوب والحكم الغاه. طبعا هذا اللي يكون اعذارهم خلاص كره القدم. بس لا، كره القدم انت عندك جول، المباراه تنتهي بجول واحد، عرفت كيف؟ فحرام ان يكون جول غلط، او مثلا يكون مثلا هدف بطريقه خاطئه او هدف بطريقه تسلل. فانا بصراحه ضد اعتراضات الفار، الفار ضروريه. طبعا حتى كمان في دائما في اخطاء تكون في الفار، شاهدناها في جميع الرياضات صراحه لازم تكون. هي يمكن استخدام الفار او خلينا نقول يعني ان القرار يتخذ بشكل سريع لما تراجع الفار. احنا مرات هذا اللي قاعد اتكلم فعلا كلامك صحيح، يعني والله هذه النقطه اللي فعلا كنت اريد، يعني فعلا تسلل تقدر تقعد عليه، هذا تقعد عليه مثلا عليه. سبع دقائق ثمان دقائق فعلا ما يصير. انت ونفس الشيء بالجوجيتسو على فكره، على حركه واحده في مرات ثلاث دقائق اربع دقائق، بينما ممكن انت تتخذها بشكل فعلا مصر. فعلا كلام صحيح. يعني اعتقد انت كان في مباراه يعني كانت واضحه جدا ان اللاعب طلع لبرا، الفار تاخر شويه تقريبا تقدر تقول حق 30 ثانيه 40 ثانيه، مش محتاجه. الحركه كانت واضحه جدا من الهواء مباشره انه فعلا كانت حركه خطيره او حركه اقصاء. 1-0 يعني هي النتيجة الآن لصالح إيغور سيلفا مع 44 ثانية فقط متبقية من هذا النزال الأخير في تغطيتنا اليوم الأول. ميجما بوزيسيون 5. وضعية صعبة جدا على اللاعب غيليرمي. وضعية صعبة جدا على اللاعب غيليرمي، اعتقد
هنا بعد ايضا ايغور سيلفا يسحب افضليه ثانيه من الهاف جارد. اذا تمكن اللاعب كولير من اللاعب ايغور سيلفا في الثواني الاخيره فعلا هذا راح يغير كل شيء. لا خلاص راحت عليك يا كولير، راحت عليك يا كولير. نقول مبروك لايغور سيلفا فوزه بهذا النزال. وكأن يعني ذهبية هذه الفئة وبالأخص في الماستر 1 ما فيها إلا إيغور سيلفا في الفترة الأخيرة يعني. محصورة إلا نعم فعلا. وترى قاعد يعد بشكل ممتاز لبطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو خاصة في هذه الفئة. إذا مشاهدينا الكرام كانت هذه المباراة الأخيرة